Wir sind in der Wiener Lehre, in der Rani, und ich und so, und ich muss mit dem Tuxen und so, und das hat sich was zu tun. Und bei dem Messias, mein Lieber, und ich denke, hier haben sie mir da unten, die Barakke, und ich bin mit mir. أنا سعيد إن أنا أكون في زيارة إبرشيت هولندا بضيافة نيافة الأنبا أكساني، لكن لكل محبة تقدير، وتمتد معرفتي به لسنوات طويلة من سنة 1985، وكنت أنا بخدم في سويسرا وكان هو جه يخدم هنا في هولندا. وبعد كده أنا ترسمت صفية الخدمات وكنت باجي باستمرار أزور هنا هولندا وبتابع الخدمة يعني فيها من خلال زياراتي للهيئات المسكونة كان بتساعدنا في صفية الخدمات، وتشوف النشاط الكبير اللي بيعمله نيافة الأنبا أكساني قبل رسامته. وسعدت جدا لما اختير وتأسست إبرشية هنا في هولندا، لأن أنا بعتبر أن خطوة تأسيس إبرشيات في المهجر خطوة مهمة جدا وخطوة مهمة لتكميل العمل. قداسة القديس البابا كولوس السادس بدأ بمهتم بتأسيس الكنائس، تنحى البابا شنودة الثالث نشر وأرسل كهنة وبدأ في فكرة الإبرشيات، لكن قداسة البابا تودروس اهتم بتأسيس الإبرشيات سواء في أوروبا هنا أو في عندنا في أمريكا الشمالية. هذا اللقاء هو لقاء للكهنة بيعقد مرة في السنة بالإضافة إلى الاجتماع الشهري للكهنة، وبيختار ليه موضوع. فالموضوع موضوع هذا اللقاء عن علاقات الكاهن، وبيتكلم بتكون أساسا من ثلاث محاضرات أساسية. المحاضرة الأولى كانت عن علاقة الكهنة بعضهم ببعض، المحاضرة الثانية كان علاقة الكهنة بالأب الأسقف، والمحاضرة القادمة هتكون علاقة الكهنة بالشعب. وكل محاضرة بتبدأ يعني بكلمة، وبعد كده سيدنا معين أحد الآباء الكهنة بيعمل ملخص وبعض الأسئلة، وبتفتح بعد كده باب المناقشة في مع الآباء. فبتبقى فرصة طيبة نحن يعني نتبادل الخبرات بالنسبة للخبرة اللي في أمريكا بالنسبة للخبرة هنا في هولندا. الكاهن القبطي وعلاقاته، ده كان موضوع المؤتمر على مدى 3 أيام عن علاقة الكاهن القبطي بالشعب وعلاقته بإخواته الكهنة وعلاقته بالأب الأسقف. ودار الحديث كله حوالين المحور دوت، وكان بيوضح أولا الصورة الكتابية زي ما الكتاب المقدس شرحها، بعد كده من نقطة عملية، وطبعا كان الحوار والأسئلة والنقاش كان بيدور لمدة طويلة جدا، وبعض الاستفسارات وبعض الاقتراحات من الآباء الكهنة كانت إيجابية وكانت عملية جدا. واستفدنا من خبرة نيافة الأنبا سيرابيون موتران لوس أنجلوس، كان معانا على مدى 3 أيام وبيدير الحوارات دي كلها، واشترك معنا كل كهنة الإبرشية وساهموا بقدر كبير جدا في إنجاح هذا المؤتمر. والبرنامج كان بيشمل نقاط كثيرة جدا من تسبيحة نص الليل ومن القداسات والخلوات والموضوعات. نشكركم كثير جدا وإلى اللقاء. من أجمل الفوائد الروحية والرعوية اللي بناخدها من لقاء أو مؤتمر الأباء الكهنة كل سنة، اجتماع الأباء الكهنة كلها بروح واحد في وسطنا صاحب النيافة الأنبا أرساني بيقود المؤتمر دايما للفايدة العامة للإبرشية. والسنة دي كانت المحور اللقاء كله عن الكاهن وخدمته،
والحقيقة استفدنا خبرات جميلة جدا من نيافة الأنبا سرابي المطران لوس أنجلوس اللي باركنا بمحاضرات فيها خبرة روحية وفيها أيضا استفادة في مبادئ الخدمة من خلال الكتاب المقدس وتعليمه عن خدمة الكاهن وعناصرها وكيفية تقديمها وكيفية نجاحها والعلاقات بين الآباء الكهنة وارتباطهم بالأب الأسقف الراعي والمرشد والمدبر والقائد للخدمة في الإبرشية كلها. شكرا. نشكر ربنا سيدنا أنبا سرابي زارنا قعد معنا 3 أيام عملنا فيها مؤتمر الآباء الكهنة في هولندا وكان موضوع المؤتمر عن علاقة الأب الكاهن بإخواته الكهنة وعلاقة الأب الكاهن بالأب الأسقف وعلاقة الأب الكاهن بالشعب، فكان موضوع عملي جدا وحلو خالص. استفدنا جدا، سيدنا أنبا سرابي ادانا خبرات جميلة رائعة وبركة سيدنا أنبا أرساني، ونشكره أنه بيدعي لنا أباء أسقف حلوين كده يفيدونا ويمتعونا بكلمات النعمة. مدير الشهيد العظيم توادرس المشرقي شرق هولندا، كان معكم نشوى نسيم نبض كراسه.